بعد أن جمد البرلمان الأول وقبل تنصيب قبل الانتخابات وتنصيب البرلمان الثاني أصدر جملة من المراسيم تقريبا 124 مرسوم مقسمة إلى 22 مرسوم سنة 2021 و80 مرسوم لسنة 2022 و22 مرسوم سنة 2023. المراسيم هذه اللي كانت في فترة ما قبل البرلمانين، شو مصيرها؟ هل سيعرضها رئيس الجمهورية مرة أخرى على البرلمان أم ستكون نافذة وسارية المفعول حتى بعد تنصيب البرلمان؟ يبدو أن حسب دستور كيف سعيد أنه نص على المراسيم والمواد التي تكون والتي يجب عرضها على البرلمان للمصادقة عليه حتى تصبح يعني في مرتبة القوانين. معناتها سيعرض كل هذه المراسيم على البرلمان للمصادقة عليها؟ لا تدخل في مجال هذه، خاصة المراسيم الأخيرة. المراسيم مثلا الأخيرة ليس مجبرا على عرضها على البرلمان. المراسيم اللي خذاها مثلا على اللي تتعلق بالجماعات المحلية بالسلطة المحلية. معناتها القانون الانتخابي ربما ينجم يتغير تاع الجماعات المحلية، نجم نشوفه مرسوم. لا هو شوف، لا يمكن يعني محاججة قيس سعيد بالقانون أو بالمراسيم أو بالدستور. لأنه تدخل في كل شيء. لا يمكن أن يعني أن نحاججه بأنه احترم أو لم يحترم القانون أو الدستور، لأنه لا يعترف بالسلطة الأخرى ويعتبرها وظائف. إذن لماذا نصب البرلمان؟ لماذا قام بانتخابات برلمانية؟ لا سنرى ربما، لأنه حتى في البرلمان تدخل في حتى في قبل التئامه. والبعض البرلمانيين بعض الأعضاء الجدد يقولون أن نحن وظيفتنا تمرير القوانين، يعني قبلوا وكأنه قبلوا أمر الواقع أنها مجرد وظيفة وليست سلطة. العادي هو العادي في الدساتير العادية أن تعرض مثلا في لما تفوض السلطة التشريعية كما وقع في الكوفيد لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم وقع عرضها على البرلمان القديم. أو في عطلة، يعني في عطلة برلمانية يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر مرسوم وبعد ذلك يتم عرضها على المصادقة لترتقي إلى مرتبة القوانين وليست ولا تقعدش. فما رسيم أستاذ غير زكراوي غيرت المشهد السياسي في البلاد، معناتها متفقين على ذلك. نحكيه مثلا على المراسيم الانتخابية، نحكيه مثلا على المراسيم الأخيرة مثلا اللي خاصة بالجماعات المحلية كنت تتحدث عليها سيادتك، أيضا المرسوم المتصل بمجلس الأعلى للقضاء وغيره، معناتها من المراسيم مرسوم متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حل المجلس البلدي اللي كنا نتحدث عليه، تنظيم انتخابات المجالس المحلية، تركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. كل هذه المراسيم عندها معناتها أمباكت كبير على المشهد السياسي في البلاد وعلى تغيير المشهد في البلاد. تعتقد أنه مش تقعد مجرد مراسيم وأنه قيس سعيد سيمررها على البرلمان لترتقي إلى مرتبة القوانين وتصبح سارية المفعول؟ هي سارية في كل الحالات لكن تصبح في مرتبة القوانين التي تنظم الحياة في البلاد. يعني ننتظر كل شيء من السيد رئيس قيس سعيد، ربما لكي ربما يحصنها، لا يمكن الطعن فيها بتجاوز السلطة. ربما يعرضها على المصادقة، ولكن أعتقد أنه من السابق لأوان، ولا أنتظر ذلك لأنه قيس سعيد يعتبر أن بعض المراسيم يعتبرها غير قابلة حتى للطعن. يعني كأنها هي مراسيم وكأنها قوانين. ربما لو جاءت محكمة دستورية أو حتى أنا من المحاكم ربما يمكن طعن فيها بعدم الدستورية عن طريق الدفع، لأن يعني بعض المحاكم محكمة إدارية قابلت طعن في عدم الدستورية في بعض النصوص القانونية عن طريق الدفع. المشهد بصراحة غير واضح، لأنه قيس سعيد بعض المراسيم اعتبرها وأنه غير قابلة للطعن، مثلا المراسيم التي عزل من فيها يعني القضاة وبعض
فيعتبر ربما أوامره ومراسيمه وكأنها ترتقي إلى مرتبة ولا يمكن معينة لا يمكن طعن فيها. فننتظر لنرى. وثم أنه دستوره حدد المجالات، حدد المجالات التي يمكن أن يشرع فيها بواسطة مراسيم كما العطلة البرلمانية كما التفويض، وبعد ذلك يقع عرضها على مصادقة البرلمان لتصبح قوانين. لو عرض ربما ننتظر السيد رئيس الجمهورية كيف يتعامل مع هذه الوضعية. لو عرض قيس سعيد مراسيمه على البرلمان، هل تعتقد أنه يمكن للبرلمان الطعن في هذه المراسيم أو أنه ما يمررش هذه المراسيم ولا يصادق عليها؟ جاوبني عن هذا السؤال بعد الفاصل القصير أستاذ صغير زكراوية. قيس سعيد المراسيم اللي أصدرها قبل تنصيب البرلمان، وما هو مصيرها بعد تنصيب البرلمان؟ ضيفنا في المباشر الأستاذ صغير زكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الإنسانية بتونس. سؤالي ليك أستاذ صغير الزكراوي، لو عرض قيس سعيد هذه المراسيم على البرلمان، هل يمكن للبرلمان أنه ما يصدقش عليها، الطعن فيها مثلا، اسقاطها؟ اعتقد لانه لا، اولا لا نعرف الاغلبيه، هل هناك اغلبيه رئاسيه ام ليس هناك اغلبيه رئاسيه؟ معنى المشهد البرلماني لم يتوضح بعد، لانه التصويت سيقع بطبيعه الحال، التصويت هل رئيس الجمهوريه اغلبيه ام ليس له اغلبيه؟ ننتظر ربما يتضح المشهد، وفي اول القوانين سنرى ذلك، القوانين التي سيعرضها، مشاريع القوانين التي سيعرضها رئيس الجمهورية أو مقترحات القوانين التي يقوم بها عدد على ما أظن 30 نائب يمكن أن يقترحوا مشروع يعني قانون. ننتظر كيف ربما يتضح المشهد السياسي، وهل رئيس الجمهورية سيفرز هذا البرلمان أغلبية أم أنه بالعكس يعني برلمان مشتت فسيفسائي. وأعتقد أنه ربما نتجه إلى أنه برلمان وكأنه فسيفسائي، أو ربما المسائل ربما يصادق حالة بحالة، لأنه بعض بعض المراسيم يعني تتسم بعدم الدستورية وترتقي إلى حالة العدم، يعني وكأنها غير موجودة لأنها فيها خروقات خطيرة وتعتبر وكأنها مثلا ما هي المراسيم كما المراسيم متعلقة بالعزيات المرسوم 54 55، يعني هناك بعض المراسيم التي فيها خروقات فادحة للقانون، وتعتبر تعتبرها المحاكم والقانون المقارن يعتبرها وكأنها غير موجودة في قبيل العدم، من قبيل العدم. يعني قرارات هذه المراسيم معدومة، ولكن ربما ننتظر المحكمة الدستورية، لأنه سيقع الطعن عند تنصيب المحكمة الدستورية، ربما سيقع عند تطبيقها. متى سيقع تنصيب المحكمة الدستورية أستاذ صغير الزكراوي؟ نعم، متى سيقع تنصيب المحكمة الدستورية؟ سؤال منذ أن جاء قيس سعيد إلى الحكم تحدثنا في هذا الموضوع. ليس لرئيس الجمهورية رغبة في، لأنه يريد أن يبقي على الفراغ، لأن المفروض أن رئيس المحكمة الإدارية هو الذي في صورة فراغ يخلف رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يريد أن يحافظ على هذا الفراغ، لأنه التركيبة معروفة، لأن التركيبة بصفة، وهؤلاء القضاة يعني موجودين يمارسوا حاليا. فأعتقد أنه رئيس الجمهورية له حسابات خاصة، يريد أن يعمل يعني دون رقابة من طرف أي جهاز كان،
بالإضافة إلى ذلك أن ربما عندي رأي خاص حول حالة الاستثمار، ولم نخرج من حالة الاستثمار حتى بعد تنصيب البرلمان. لا لم ولو لأنه هذاك يعني تأويل قانوني يعني حرفي للفصل 139 الذي يعتبر أنه بمجرد انتصاب البرلمان فأنه يلتئم البرلمان فأنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع بواسطة مراسيم. ولكن عندما نأخذ المنظومة ككل، منظومة قيس سعيد ودستور قيس سعيد يجعلنا دائما في حالة الاستثناء، لأنه رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات فرعونية، صلاحيات واسعة غير مسبوقة غير معهودة، هو فوق كل المؤسسات. فنحن نعيش في حالة الاستثناء، ربما ننتظر ذلك، حالة الاستثناء التي وقع تأبيدها بمجرد يعني المصادقة على الدستور قيس سعيد بواسطة استفتاء الدستور يعني 22. نحن نعيش وسنعيش طالما هذا الدستور ساري المفعول، سنعيش تحت طائلة حالة الاستثناء، لأنه رئيس الجمهورية يمسك بجميع الصلاحيات. لنعرف أن البرلمان سلطة تشريعية يعني غير موجودة أصلا، وتحت أمرة رئيس الجمهورية وقع تدجينها لصالح رئيس الجمهورية، ثم أن السلطة التشريعية البرلمان هذا له صلاحيات يعني تقريبا بدون صلاحيات بدون صلاحيات. وبالتالي نحن نعيش، أنا أدافع عن هذا الرأي، سنظل نعيش في ظل حالة الاستثناء. واضح. شكرا لفضلك أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الإنسانية أو العلوم السياسية بتونس. شكرا لك لفضلك أستاذ صغير الزكراوي. نواصل معكم لقانا. 7500 عون في نقل تونس دون أجور ولا منح ولا وصلت أكلة. لشيفر. ضيفنا في المباشر كاتب عام الجامعة العامة للنقل سي وجيه الزيدي. رمضانك مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بكم ورمضانكم مبروك، وينعاد عليكم بالخير والعافية إن شاء الله. شكرا لك ومستمعي ديوان الفير. بفضلك دعوتوا إلى اجتماع عاجل لنقابات نقل تونس غدوة، علاش وشنية الأسباب وما هو الوضع؟ صحيح، الجامعة العامة دعات نقاباتها الأساسية لاجتماع عاجل غدا صباحا في مقر الجامعة العامة للنقل،